انصابت بالسرطان قبل سنوات وهو عانيت من عنده، لكن الحمد لله قدرت اتخطى المرض والان سويت عملي الخاص بي وجاي احقق احلامي والحمد لله على كل حال. والله هاي التغييرات المناخية في الفترة الأخيرة ألقت بظلالها على جميع الدول وبضمنها العراق، ما أدى إلى زيادة أمراض السرطان. هذا ما أكده وزير الصحة العراقي هاني العقابي. ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالسرطان في العراق، تسجل المستشفيات ارتفاعاً في حالات الإصابة بالسرطان لا سيما بين الشباب، لكن شباباً حاربوا هذا المرض وانتصروا عليه، وآخرون يصارعون ويصرون على الحياة ويواصلون رحلة الأمل في مواجهة هذا المرض الخبيث. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. مرحبا حجي، شلون صحتك؟ مرحبا سمير، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. الله يخليك، الله يخليكم. العفو، تفضل عمي، تفضل يا حبيبي. يلا الله يسلمك. انا سمير صافي الحاتمي من النجف، مواليد 1993، متزوج ومن ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني محارب سرطان. لكن انا يعني قبل ما تنبت رجلي ب 2014 كنت اعاني من رجلي. تعرف هنا بالعراق ماكو تشخيص عندنا، ماكو اجهزه حديثه. فبدايه قالوا هذا عندك ربما خلل بالعضلات او غمور عضلي او بالشرايين، فودوني علاج طبيعي. ظليت على العلاج الطبيعي شهرين ماكو ما فاد، يعني انا من 2012 ظليت اراجع علاج طبيعي، صارت ال 14، بعدين 2014 انكسرت كسر مرضي رجلي. فمن انكسرت لقوا العظم متنخر يعني ماكول. فبوقتها كان الدكتور شك انه هذا عندي غده سرطانيه. اخذ زرع يعني من الورم عينه، اخذناها زرعناها بالتحليل، بس زرعناها بالمستشفى الحكومي، يعني هو الدكتور نفسي حذرنا انه يا بروحوا زرعوها على حسابكم الخاص. احنا بعد ما اعرف قلنا لا هذه نفس الزرع، فزرعناها طلعت الغده حميده بذاك الوقت. بعد احنا فرحنا هماتين يا بغده حميده. الان نشفت العمليه من الجرح، يعني شف الجرح مالته شو بدا الدور تورم، يعني صار بيها تورم خارجي واضح. انا كنت بوقتها طالب سادس، صار الكسر بالامتحانات يعني مال البكالوريا، فما امتحنت عدة سنه. بالسنه الثانيه لا رجعت داومت بالمسائي، بس شنو يعني رجلي كانت كلش تاذيني، ورم صار حجمها كلش كبير، الدور بدا الورم يضغط على الاعصاب، يضغط على الشرايين، فكلش تاذيني. ظلت يعني كل ما اروح للدكتور يا بهاي عندك التهاب مسكنات وما الالتهابات ما فاد. الان بعدين صار ورم كلش كبير، فراجعت هنا انا بالعراق ماكو، اخر شيء قلت اروح لايران. صدق بايران بعدين شخصوها قالوا يا ابن انت عندك غده سرطانيه. مرض السرطان من الامراض التي تسجل بمعدل يتماشى مع المعدلات العالمية حسب الكثافات السكانية، يعني حسب المراجع العلمية والمختصين أن معدل الإصابة بالسرطان في العراق هو ضمن المعدلات العالمية، لا بل هو أقل نسبياً من بعض الدول القريبة والمجاورة للعراق، يتماشى مع الكثافة السكانية توزيع الإصابات. كلامي لا يعني أبداً أننا لا نسجل آلاف الإصابات، أنه لا توجد الكثير من حالات السرطان، لا توجد الوفيات بسبب السرطان، لكن معدلات الإصابة تتماشى مع الكثافة السكانية في العراق. نعم الكراهة. السلام عليكم، شلونك يا حجي؟ شلون صحتك؟ ربي يحفظك. الله يرضيك. لا قلت لهم متزوج. والله الحمد لله. سمير، شنو كان شعورك لما عرفت بإصابتك بهذا المرض؟ طبعا حقيقة هو صح امر صعب يعني، و ما يتقبل الواحد هيك فجاه. لكن من ترجع انه احنا يعني من بديتها من الصغر هي لوعات، من الصغر يعني ماكو واحد ولد بطفوله انه مرتاح وبعدين راح تجي شيء.
فجأة أنه يحس أنه هذه صدمة، هذه تجي صدمة كبيرة من شدة الألم اللي كنت أعيشه. قال بابا أنه عنده غدة سرطانية ولازم نبتر، وهذه خلاص لك من خلاص من الألم وهيك. فتقبلت، وأنه واحد اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى فيتقبل هيك أمور، والحمد لله تقبلتها وخذت علاج، خضعت للعلاج الكيميائي وخضعت بعدين لعملية البتر، وأيضا المرحلة هسه الثالثة اللي هو رجع للمرض وخضعت للعلاج الكيميائي والحمد لله. بالنسبة يعني من الخبر جاني، أنا كان حسن ابني مصاب عبوة ب 2010، الشهيد أمير استشهد 2015، فأنا ماخذه بالمستشفى بإيران، فجاني الخبر قال يابا أنا متأمل يقصون يعني يخلوا لي عظم اصطناعي وماكو شيء. فالدكتور فاجأني قال لي أنت أبوه؟ قلت لي، قال هذا إلا بتر، وما يصير لبتر إلا من المفصل، يعني خلع نهائي. قلت له الحمد لله. صح، خل شوي ارتاح. حقيقة يعني هو الموقف يعني متعب إلي والعائلتي، لكن الحمد لله يعني وقفوا وياي وكانوا إلي سند ودعم والحمد لله. قلت لك وأنا متعود، يعني أنا عندي أخوي شهيد وأخوي الثاني جريح حرب، فهواي هواي لوعات، واحد كثر اللوعات يقول يتقوى. الآن صارت تظاهرات مع ثورة أكتوبر، فطلعنا بالتظاهرات. هسه أنا كنت ناس اللي يابا أنت شلون تطلع؟ أنت جديد متشاف من المرض وأنت ساق وحدة. طبعًا إحنا من طلعنا من مو يعني بطرًا ولا تملقًا، لا إحنا بعد معاناة، يعني أنا لا راتب رعاية لا علاجات مرضى سرطان، فإنه طلعنا إنه نسعى إلى تغيير واقع. المطالبة بالحقوق. مطالبة بالحقوق. فتعرضت الضربة باليوم 13، صار اعتداء علينا، فأنا كنت بالعكازات، يعني نزل هذا جندي من السيارة ضربني دفرة بالبداية، من وقعت رجع الدور مرة ثانية ضربني على الحوض مات، يعني على مكان البتر. فبقتها صارت عندي غدة صغيرة، أنا قلت هذه يوم أو يومين تروح، فالغدة لا ظلت تكبر. أنا كان مات بوقتها تظاهرات، قلت لا، كان يعني صدق طالعين أنه على هدف أنه تغيير، واللي يرجع أنه لا هذا راح يصير خيانة للمتظاهرين، خيانة الدم الشهداء، فبقيت مستمر حقيقة. شلون كانت رحلة العلاج؟ وش قد طولت مدتها لحد هذه اللحظة؟ المدة ايش قد استمرت؟ الحقيقة هي العلاج صح متعب، وفترتها يعني أنا قبل المرض السرطاني يعني حوالي كل 8 سنوات، بس بالمرض نفسه مرض السرطان يعني بعد ما شخصوه أنه لجأت للعلاج الكيميائي من 2017، أنا لجأت للعلاج الكيميائي ومستمران، يعني عندي جرعة، جايب جرعة مال 3 أشهر مقدمة. سمير أريد أعرف شنو المشكلات والصعوبات والمعوقات اللي واجهتوها أثناء رحلة العلاج؟ أكيد أكو مشكلات واجهتوها. طبعاً المشكلة الرئيسية اللي هي عدم توفر علاجات والأجهزة الحديثة داخل العراق. داخل العراق. نعم. يعني هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية إنه ماكو دعم من الدولة. يعني لا مستشفيات بها خير إنه تستقبل المرضى. تروح للمستشفى يعني الأسرة مالت أغلبهم رافعين طابوق، يعني تقول رايح مع مال بنشرشي للأسف، فما متوفر. يعني تروح يعني فوق المرض اللي هو الجرعة إيش قد متعبة وإيش قد مؤذية للمريض، لكن المريض منه يلزم سرى في سبيل يوصل الاسم مالته للعلاج ويسوي تحاليل ويخضع للعلاج، يجي الطبيب الصيدلاني يقول يا بنت جرعتك ما متوفرة، روح جيبها من برا. تا
تشهد المستشفيات والمراكز الحكومية الخاصة بالأمراض السرطانية دخول مئات المرضى سنوياً لتلقي العلاج، لكن قسماً كبيراً منهم يشكو من عدم توفير الجرعات الكيميائية التي يحتاجها المصابون، مما يضطرهم إلى مراجعة المستشفيات الأهلية أو شراء الجرعات من خارج العراق. بالنسبة للمستشفيات مع مرض السرطان ما تكفي بالعراق، يعني شيء بسيط، يعني هسا احنا النجف يمكن لو 4 محافظات لو 5 محافظات راجعون عن النجف، وعندنا هذا المستشفى الألماني استوهم فتحوا، يعني تجي هسا ناسك وبايت هنا، تبات بيه المحافظات تبات بالنجف، وأكثرها علاج هي تشتري مو الدولة موفرت، وما ما ماكو اهتمام بذول هسا بالنسبة أمراض السرطان وغيرهم، ماكو اهتمام، كل اهتمام ماكو. أعداد المؤسسات الصحية بشكل عام هي غير كافية نسبة إلى عدد السكان في العراق، وهذا إلى أسباب الموضوعية تعرف حضرتك، عقود من الحروب والحصار والظروف القاسية اللي مرت على البلاد، وآخرها تحطيم البنى التحتية في عدد من المحافظات في 2014 وما بعده، فهذا أثر سلبا على مجمل تقديم الخدمات الصحية بشكل عام، وبشكل أخص وأوضح في الخدمات التخصصية من ضمنها وأدقها هو موضوع علاج الحالات السرطانية. إجابة سؤالك نعم، عندنا نقص في أعداد المؤسسات، ولذلك الحكومة العراقية ووزارة الصحة تسير بموضوع إتمام المستشفيات المتلكية منذ سنوات، وبالفعل نجحنا بافتتاح عدد منها. كل مستشفى من هذه المستشفيات هو على الأقل 500 سرير، ومن ضمنها مراكز خاصة لعلاج الحالات السرطانية، وأيضا هناك في الوقت الحالي هناك مؤسسات متخصصة فقط لعلاج الحالات السرطانية في بغداد، أكثر من مؤسسة، وفي كل محافظة مركز على الأقل. هذا كلامي عن القطاع الحكومي. أيضا في القطاع الخاص هناك عدد من المؤسسات قليلة هي بشكل يعني بشكل واضح، لكن أيضا تساهم إلى حد ما في تقديم خدمة صحية. بالنسبة للعلاجات هنا بالمستشفى ماكو، أنا كنت أخذ الوجبة يعني الوحدة 1,200,000، وبعدين ردينا على هاي الساعة، هسا احنا من الهند يجيبوننا ورقة ونص قسم 3 أوراق، ماكو علاج، قل لك ماكو، عندهم شيء بسيط ومو مال هاي الأمراض، ما يفيد، ماكو عندهم، يعني هذا هسا شو تقول هذا الإشعاع، لو تروح بالأهلي كل جلسة ورقة، وأخذ هو 20 جلسة، 20 جلسة يومية ورقة، كل جلسة ورقة، فيكتب الجرعة تروح للصيدلية الحالة أو الخافر اللي مات الحل العلاج، فيجي الطبيب الصيدلاني يقول يا أبا صيح بالأسماء مالتهم، يا أبا أنت علاجك ما متوفر، هذه ورقة تروح تشتري من التجاري. نعم. فصراحة يعني أكو مريض هو محتار أنه شلون يوصل للمركز، يعني أجرة سيارة ما عنده. طبعا أحيانا يكون هناك نقص لسبب أو لآخر، بالنهاية احنا محكومين بسلسلة استيراد وموضوع الأزمات المالية وغيرها تأثر حتما. أزمة كورونا أثرت على سلسلة التوريد في كل العالم وليس فقط للحالات السرطانية، لكن الآن في هذا العام الوضع نسبيا أفضل بكثير من السنوات السابقة. سمير، شو وقت بدأت رحلتك لمحاربة السرطان وبديت تنطي طاقة إيجابية لكل الناس اللي متابعتك اللي تشوفك اللي قريبة من عندك؟ طبعاً قلت لك أنا بداية أول ما أصابت يعني كنت ما يعني لا أنشر ولا شيء، يعني خاص بي أروح للمركز أخذ جرعة وأرجع، لكن أصدقائي المقربين من يشوفني يقول يا أبي أنا من أشوفك أخذ فد قوة، أخذ فد إلهام، أخذ فد إصرار، لأن أنا كنت يعني أدرس بوقتها، فأكثر من شخص هيج قال لي، لكن أنا بعدين من شفته هيج فقلت إنه إذا هيج صدق فعلًا أنا أكون فد طاقة للناس أو محفز للناس، فليش ما أسوي أنشر على البيج وأبدي يعني بين قوسين أتفه المرض؟ صدق أنا من أروح عن لابس وذاك اللبس يعني مرتب وهيج الأناقة موجودة، الأناقة موجودة، وحتى يعني أروح أضحك، حتى من يجي خلي كانولا أنا أضحك وياه، حتى ويا الكادر وبعض الأحيان الكادر هو فيريد يطمن المريض انه شاقي شيء، انا لا انا اروح انا شاق وياهم،
حلو. المرضى كلهم انا اضحك وياهم واشيق وياهم، ففعلا صار يعني عندي متابعين من المحاربين ومن ذوي المحاربين ومن يعني حتى مو شخص محارب، اي شخص مثلا ما عنده عزيمه وما عنده اسرار، فتلقيهم دوم انه يتواصلون وياي يتابعوني. لذلك حتى يعني الحساب مالتي على الانستغرام يعني حساب قوي، عندي هواي متابعين. سمير، بصراحة احنا نريد نستفيد من الطاقة الإيجابية اللي تبثها حاليا. انت طالب جامعي، المرض قدر ان ياخذك من الدراسة، من التواصل مع الزملاء، من التواجد في حفلات التخرج، يعني احكي لنا عن هذه الطاقة الإيجابية اللي تبثها ايضا لكل المتواجدين في الجامعة. انت طالب اي جامعة؟ طبعا انا كنت كلية قانون. كلية قانون؟ بلي، لكن من بتلت رجلي فشفت القانون انه يريد حركة، يريد شيء، فقلت اغير القسم مالتي، اروح شغلة إدارية. فحولت من القانون، رحت كلية محاسبة بما انه هي شغلة إدارية. يعني إدارة واقتصاد. إدارة واقتصاد قسم محاسبة. نعم. والحمد لله انقبلت محاسب، وهي حاليا هسه مرحلة رابعة. وقبل كم يوم اخذنا صور مال التخرج. اوكي. يعني ودا افكر انه اذا كملت ان شاء الله دراسات عليا جميل وان شاء الله ان شاء الله. يحتاج المصابون بمرض السرطان إلى شتى أنواع الدعم، خاصة مع شح بعض الأدوية والعلاجات. لذا تطوعت رشا طه مع مجموعة من الشباب وقاموا بتأسيس منظمة تعنى بمساعدة مرضى السرطان وتوفير العلاجات المفقودة من المستشفيات العراقية، وكذلك تقديم الدعم النفسي لتشجيعهم على تحدي هذا المرض ومواصلة حياتهم الدراسية والعلمية. أتحدى بلش بمشروع صغير جداً، هو لدعم أطفال مرضى السرطان بالعراق. إنه شفنا الوضعية مال الأطفال ديترشون الأرض وهم ما عندهم مكان حتى يأخذون جرعة كيميائية. أكثر من طفل يمكن ينامون على سرير واحد، واحد بالطول واحد بالعرض، مكان بائس جداً غير نظيف. أي مستلزمات يعني أنه كفيلة لاستكمال علاج الأطفال في العراق ما متوفرة لهم. نعم. لذلك أطلقنا مشروع أتحدى لدعم أطفال مرضى السرطان بالعراق، وقدرنا إحنا خلال هذا المشروع أنه نقدر نأهل طابق كامل في مستشفى الطفل المركزي الطابق الخامس لاستيعاب تقريباً 33 طفل مريض بالسرطان وأخذ الجرعات الكيميائية. البلد ده يحتاج إلى دعم أكبر لهذه الفئة، محتاجين تكاتف الأيدي حتى نساعدهم، نريد نسلط الضوء عليهم. هم مو فقط علاج ياخذوا وخلص انتهى الموضوع بالنسبة لهم، لكن ما بعد العلاج المرحلة اللي هي شلون راح يشافون نفسياً. تعرف مرض السرطان مرض مو سهل لا على المريض ولا على أهله، وبالمناسبة يعني مرض السرطان حتى اللي عنده فلوس يصير ما عنده فلوس بالفعل. لأنه الجرعة غالية جدا، ومو كل الجرعة يعني الجرعة اللي توفرها وزارة الصحة غير كافية للجميع وما تغطي الكل، وبالتالي يضطر الشخص أنه يشري هاي الجرعة ويبيعون اللي عندهم والما عندهم على مود يوفرون الجرعة لأولادهم. فأحنا لازم هم نشتغل ما بعد يعني شلون ما بعد العلاج. طبعاً بداية تعرف عليهم أنا كنت يعني حولني على جلسات إشعاع الدكتور، فأخذت 7 جلسات بالمستشفى الحكومي وتعطل الجهاز، نادراً هو ما يتعطل يعني يبقى 3 شهور وشيء. فالدكتور قال لازم أنه تروح تأخذهم مستشفى أهلي، يعني بذاك الوقت الصراحة يعني ما كان عندي المبلغ أنه أوفرهم، فقلت أعوفهم أنا. بس ظليت أطالب أنه نفتتح مستشفى الألماني، فبلتنا دخلوا لي بنية هي مينا تحرير، كانت هي بمنظمة الحدا،
فقال سمير انه انت ما يصير تترك الجلسات واحنا راح نوفر لك يعني جزء من المبلغ. فصارت حمله بوقتها فعلا هواي ناس انه تبرعوا، حتى رحت لقيت هم المستشفى نفسه المستشفى الاهلي اتصلوا بي قالوا يابا حساب مالتك مدفوع مال الجلسات فلازم تجي تاخذها. بعد انا ففعلا رحت اخذته دور صار عندي روح البغداد. فانا كنت كل ما اروح مكان انه انزل بالانستغرام بالستوري انه يابا جاي البغداد، تواصلوا وقالوا احنا نريد نلتقي بيك. فصدق التقينا وصارت دور لا علاقه طيبه، تعرفت على رشا وعلى اعضاء المنظمه كلهم. فمن ذاك الوقت لهذا اليوم يعني احنا متواصلين حملات نطلع او شيء هوايه يعني. وانت من ضمن الكادر حاليا او من ضمن فريق العمل لمنظمه تتحدى في محافظه النجف؟ قبل كم يوم هم سووا طلعوا النازحين والناس العوائل المتعففه فجهزوهم سلات غذائيه ومن ضمنهم اشتروا من عندي احذيه كرامون هماتين وزعوا للفقراء. هم جهزتهم من عندي من البيت انا. صراحة سميرة تعرفت عليها صار لي شهرين مو هواية، وهو مجموعة محاربين مهدي، وعندنا طفلة عمرها 13 سنة اسمها مرام محاربة سرطان أيضا. سمير إنه تواصلنا وياه عن طريق قصة مؤثرة جدا نشرت على صفحة الفيسبوك اللي هي إنه شخص إنه راد يوفر علاج لنفسه، ما راد يكون عالة أو كفيل أو لأن تعرف إنه الجرعة مالته جدا غالية، فتح صفحة لتسويق العفو الأحذية أو كذا. بالتالي إنه إحنا شفنا إنه هذا الشخص يستحق إنه أنت تكون داعم له حتى لو مو مادياً معنوياً. أني أدعو وزارة الصحة وأدعو وزارة العمل والشؤون إنه يسلطون الضوء على أطفال مرضى السرطان وعلى محاربي السرطان من الشباب والشابات إنه يخصصون لهم راتب، هذا الراتب شهري حتى لو كان راتب إنه أكيد راتب لا يكفي إنه ما يصرف، لكن هذا الراتب راح يعيلهم ويساعد عوائلهم يعني على الأقل يشيل شوية من الحمل اللي عندهم. ألو السلام عليكم. ربي يسلمك عزيزي. بلي رياضي عندي وعندي سبورت موجود. بلي أنا عندي شركة توصيل خلال أقل 24 ساعة إن شاء الله يوصلكم. كان عندنا إحنا نوزع عيدية للأيتام وكذا. نعم. فقلنا احسن ما نروح نشتري من تاجر احذيه وهاي، فليش ما نشتري من سمير؟ وخطيه يعني بالرغم من انه هو صعوبه تنقله وتعرف انه قدمه مبتوره، اجى لبغداد وجاب الاحذيه وجابها وناقلها انه زين انا بدي اوصلها، بدي افرح الايتام بها. سمير أريد أعرف من وين جت فكرة إنه أنت تأسس بيج وتشتغل هذا الشغل اللي توصل به لكل محافظات العراق. بلي. طبعاً بداية يعني أول ما قررت أفتح البيج إنه أوفر مصاريف علاج. نعم. ومطلب الثاني إنه وقت فراغ عندي فأقتل وقت الفراغ، يعني ما تبقى تفكر بس بالمرض أو هذا. يعني لهذا الباب أول شيء أوفر العلاج وقتل الفراغ. نعم. بلي. اكو ناس يتواصلون وياك يردون انه توصل لهم؟ بلي كثير من الناس يعني حتى لاقى يعني الوحيد انا نادرا ما اروج، شوف هسه البيجات اغلبيتها انه تحتاج ترويج. بالفعل. انا لا، مشاركات من الناس كلش كافيه. حسين بس تعالي. هذا ال 44 بس خليها بالعلاقه هذه. جهزوا العلاقه مالتها. هذا الكرتون مالتها. خلي العلاقة وهذا الوصل مالتها. وهذا الكابس كبسها، موجود الكابس. هم ذولا جهزهم بس ذولا عزلهم بعدين تكبسهم. محاربو السرطان في العراق بحاجة إلى الدعم والرعاية في رحلة العلاج، وكذلك المنتصرون على هذا المرض الخبيث في رحلة بث الأمل والطاقة الإيجابية في نفوس المصابين وعائلاتهم. كونوا بصحة جيدة دوماً في أمان الله.